السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناتي. وصفة النهاردة إن شاء الله هتبقى كبد الفراخ، هعملها بطريقة حلوة جدا هتعجبكم إن شاء الله. تابعوا الفيديو علشان تشوفوا الطريقة. معايا دلوقتي كبدة الفراخ، غسلها كويس ومقطعاها زي ما انتوا شايفين، ومعايا فصين ثوم مهروسين، والبهارات فلفل اسود وكمون وكاري والبهارات السبعة ومعلقة ملح ولمونة كده مقطعة وطماطمية مقطعة وبصلاية اختياري وخل وورقتين لورا. هنا هحط بقى خل، معلقتين خل حلوين كده على الثوم، وهعصر عليها الليمون بقى دلوقتي. الحركة دي حلوة جدا على فكرة، والخل مع الليمون مع الثوم بتدي ريحة حلوة جدا وبتخلي الكبدة طعمها حلو. هقلبهم بقى دلوقتي على الكبدة. والبهارات هضيف البهارات عليهم. وهقلبهم بقى كويس. انا نسيت اقول لكم ان انا هحط فلفل برضو معايا، فلفل هضيفه عليهم برضو وانا بسويها. ده الفلفل المقطعه وانا بسويها هضيفه عليها. بعد ما تبلت الكبده بقى حوالي ساعه او اكتر حسب ما انت عايزه او وقتك يسمح. دلوقتي معايا طاسه كده على النار فيها شويه زيت، وهسيب الزيت لغايه ما يسخن خالص، وبعدين ضفت عليه البصله، وبعدين هنزل عليه على طول بالكبده. يعني بعد ما ضفت البصلة على طول نزلت الكبدة عليها، ولازم يكون الزيت ساخن جدا علشان تاخد صدمة كده وما تخرش مية كتير. هقلبهم بقى في بعض كده عشان البصل ما ينحرقش من الجوانب، واسيبهم بقى لغاية ما الكبدة تغير لونها. هنا الكبدة غيرت لونها دلوقتي كده. معايا بقى طماطماية مقطعة كده هضيفها عليها، طبعا الطماطماية دي اختياري، لو مش حابين تضيفوها براحتكم. في ناس بتكتر طماطم اكتر من كده عليها، عادي برضو بتبقى حلوة ومفيش مشكلة، يعني كل بلد حسب طريقة اكلها. وهضيف بقى عليها الفلفل دلوقتي، وهدي بقى عليها النار تستوي مع بعضها. خلاص دلوقتي استوت، شايفين بقى شكلها حلو جدا وطعمها برضو حلو جدا. خلاص بقى هبدأ اقدمها دلوقتي. الطريقة دي حلوة جدا هتعجبكم لو جربتوها. ياريت لو وصلتوا لغاية هنا في الفيديو ضغطوا لايك للفيديو شجعوني. وما تنسوش بقى لو اول مرة تشوفوا القناة تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك للفيديو. بس بقى وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.